تستعد حكومة دولة الإمارات لاستضافة القمة العالمية للحكومات في دبي الشهر المقبل بحضور أكثر من 4000 مشارك من رؤساء دول وحكومات و120 وفدا حكوميا و80 منظمة دولية وإقليمية. في هذا التجمع سيكون عندنا أهم 100 شخصية في الذكاء الاصطناعي، وهم من ضمن قائمة تايمز 100 للذكاء الاصطناعي. هناك العديد أيضا من الاجتماعات الوزارية التي ستكون على ضوء القمة. تقريبا عندنا 23 اجتماع وزاري وجلسات تنفيذية تجمع الوزراء من مختلف القطاعات بالإضافة إلى القطاع الخاص. القمة العالمية للحكومات ستعقد الشهر القادم من 12 إلى 14 فبراير بحضور رؤساء وقادة الحكومات في مختلف دول العالم. كذلك سيكون في تمثيل لرؤساء المنظمات الدولية، والحمد لله هو التمثيل الأعلى منذ إنشاء وإطلاق القمة العالمية للحكومات قبل أكثر من 10 سنوات. اليوم تم توقيع اتفاقيتين مهمات للقمة. الاتفاقية الأولى تخص جائزة أفضل وزير في العالم. كل سنة في القمة العالمية للحكومات يتم الاحتفاء بأفضل الممارسات في العمل الحكومي.